يعاني الإنسان الأحوازي ومنذ أكثر من عشرة أعوام من شح مياه الأنهار بالإضافة إلى تلوث مياهه الصالحة للشرب على الرغم من لجوء الناس إلى استخدام وسائل خاصة بتصفية المياه أو اضطراره إلى شراء الماء من الباعة المتجولين ناهيك عما يسببه نقص المياه من منع المزارعين الأحوازيين من مباشرة الزراعة وهو ما سبب مشاكل عديدة منها ازدياد نسبة الفقر والبطالة والضغط على الأحوازيين للهجرة وترك أراضيهم للمحتل كما أن المشاريع التي يقوم بها المحتل كمشروع كوهرانك بمراحله الثلاث ومشروع بهشت أباد ومشروع نقل المياه إلى المدن الفارسية وكلها تقدر بأكثر من مليار متر مكعب من المياه تهدف الى القضاء على الحياه في قطر الاحواز بطريقتين اما باعدام اهم مصدر للحياه وهو الماء ما استطاعوا الى ذلك سبيلا واما بتلويثه بمخلفات المصانع وصب القمام فيه او تركها في الشوارع لفترات طويله وهي سياسه داب المحتل على تنفيذها منذ تولي رفسنجاني مهام الرئاسه في دوله الاحتلال الايرانيه وحتى اليوم إضافة إلى التجفيف المتعمد لنهر كارون من خلال حبس مياهه وتحويلها إلى المدن الفارسية. التلوث الناتج كان سببا رئيسا في انتشار الأمراض الفتاكة كانتشار مرض الليشمانيا في المحمرة وهو أحد أخطر الأمراض الجلدية وقد ظهر بداية عام 2010 وأصيب حينها أكثر من 140 أحوازية. كما ذكر مصدر طبي داخل مديرية الصحة العامة للمحتل في قطر الأحواز أن نسبة الأمراض السرطانية بين الأحوازيين ستصل في نهاية عام 2020 إلى 40%، خاصة بين المواليد الجدد بسبب الإشعاعات النووية المتسربة من المفاعلات النووية هناك. بالإضافة إلى التقارير الطبية عن عدد من الاطباء العاملين في المستشفيات الاحوازيه التي تنص على ان الغبار وتلوث الهواء الذي يحتوي على مواد مثل المعادن والبكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الامراض كامراض سرطان الرئه والتهاب القصبات المزمن بالاضافه الى انتشار سرطان الامعاء الغليظه والالتهاب المقرح للامعاء والاسهالات الحاده والاسهالات الدمويه والتهاب القصبات الحاد المحتل لا يخفي ذلك بل يجاهر به فقد أفادت تقارير وزارة الصحة الإيرانية بأن العاصمة الأحوازية هي المدينة الأكثر تلوثاً في العالم كما اعترف حميد رضا خدا بخشي رئيس هيئة المياه والطاقة الإيرانية سابقة بتلوث نهر كارون بنسبة مئة بالمئة بعدما أصبحت أنهر الأحواز مكباً لمخلفات المصانع. أما على الصعيد العالمي فقد أكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق في عام 2010 أن 20% من المتوفين في الأحواز هم من الأطفال بسبب سوء التغذية والخدمات الصحية. فالطفلة الأحوازية معصومة قاسم برسيم مثلاً تعاني من مرض قيل أنه تندر الإصابة به. ولم تجد رعايه في مستشفيات الاحتلال الايراني الغاشم فهل من اياد بيضاء في عالمنا العربي والاسلامي تمتد لطفا الى شعب الاحواز اطفالا ونساء ورجالا <applause>